وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار التعاون بين جهات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا للتوجيهات الرئاسية. ينص البروتوكول على التعاون بين الجانبين في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للعمل على عدد من الملفات والمبادرات كمبادرة ازرع وتحديث نظم الري والاهتمام بصغار المزارعين، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة. الدولة المصرية خلال الثمان سنين اللي فاتت قامت بإجراءات استباقية بتوجيهات القيادة السياسية، يعني يمكن حصل توسع كتير في الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في إطار محور التوسع الأفقي. احنا بنستصلح الصحراء تكلفة عالية بالمليارات، لكن في إطار تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري العظيم الدولة بتقوم بعديد من المشروعات. يمكن حضراتكم تابعتوا الافتتاحات الرئاسية والمشروعات الكبيرة في مشروع مستقبل مصر في اللي هو يعتبر باكورة الدلتا الجديدة، مشروع تشكى الخير في جنوب الصعيد، قريبا إن شاء الله مشروع تنمية شمال وسط سيناء، شرق العوينات، الوادي الجديد، المنيا وغرب المنيا. عندنا مشروعات كتيرة ومش في مجال الزراعة فقط، في مجال الزراعة الثروة الحيوانية. مهم جدا إن احنا يبقى فيه يعني توقيع بروتوكول للتعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ما بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وده كمان يمكن بعد المؤتمر الأول للتحالف الوطني وبعد إشادة السيد الرئيس بمبادرة ازرع وتكليف وأن يتم التوسع في استهداف ملف الزراعة وتنمية صغار المزارعين بالشراكة وبالتعاون مع الحكومة. ويمكن احنا لينا ان شاء الله يبقى دور كبير كمجتمع مدني، كجمعيات أهلية، كروابط فلاحين وتعاونيات زراعية في التعامل مع الملف ده على الأرض.